بص يا جماعه، هي ملك عامه حالتها صح. طيب حل النظام، بس نقطة عشان بس ورا بنزل على الفيديو تأخيرين صف 10. طيب بص يا سيدي، هو بيقول لك واي ماينس اكس ايكوال، انا كل ما عليا هودي الاكس الناحية دي بعكس الاشارة، يبقى واي ايكوال 2 بلس اكس وبروز دي. تيجي بقى تحت تقوم عامل لي ايه؟ اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 20. تقوم معوض لي عن الواي ب 2 بلس اكس، اكس باور 2 بلس 2 بلس اكس تو ذا باور 2 ايكوال 20. طيب فك بقى كده، دي هتفكها ازاي؟ بص سيب اكس باور 2 دلوقتي، وبالمره دخل ال 20 دي، بص دخل ال 20 دي بالماينس عشان بس ما تنساهاش. بص بقى كده، دي بتتفك ازاي؟ هتضرب الاولاني في نفسه، يعني 2 تايمز 2، هتضرب الثاني في نفسه x تايمز x، هتضرب الاول في الثاني في 2، يعني 2 تضربها في ال x في 2، لازم في 2 كده. ايه اللي هيحصل؟ بص ادي x باور 2، دي هتدي لك بلس 4، دي هتدي لك 2 تايمز 2 في x ب 4x، دي x تايمز x في x باور 2 ماينس 20 ايكوال 0. تمام؟ تعالى بقى دلوقتي جمع اللي فيهم x باور 2 مع بعض، ادي x باور 2 وادي x باور 2، اللي هم دول يعني يدوني 2 x باور 2. طب 4x اهي، و4 ماينس 20 يدي لك نيجاتيف 16 ايكوال 0. بس هتقوم انت عامل دي على الكالكوليتر، دي لو انت عملتها على الكالكوليتر اصلا هي المفروض x باور 2 بلس 2x ماينس 8. بسم الله انا الرحمن مثلا الرحيم. ها طلع كام؟ بدوس بس مود ايه؟ كام؟ طلع هقول لك انا 4 و2، نيجاتيف 4 و2. بس حضرتك مثلا بكتبها يعني بدوس على مود وبعديها خمسة، رقم خمسة وبعدين رقم كام بقى بعدها؟ نعم؟ مود خمسة وبعدها ايه؟ مود 5 3. عايز تعملها بدماغك على فكره مش صعبه على فكره، بص بس انت هتقسمها على 2 الاول. تقسمها كلها على 2 الاول عشان تصغر شويه، بص اهي. هتبقى اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 8 ايكوال 0. يبقى اكس واكس ال 8 4 تايمز 2. خلاص؟ هنحط البلس هنا والماينس هنا، لان البلس بتنزل مع الكبير والماينس هنا. يبقى الاكس هتعكس دي نيجاتيف 4 مفيش حاجه، واكس 2. طب انت جبت الاكسات، ما انت بتختار رقمين بقى ضربهم 8 والماينس بتاعهم يديك ايه؟ والماينس بتاعهم يدي لك بتاع ده، يدي لك الاثنين. طيب تعالى بقى، جبت الاكس بنيجاتيف 4 والاكس ب 2، خلاص هتعوض في اول معادله خالص. بص ممكن تعوض في دي او دي او دي، اي واحده من دول، بس دي اسهل واحده، دي الواي جايه جاهزه خلاص، خدهم بس عوض لي دول من اهو. بص في دي هعمل لك سهم كده عشان تعوض في دي. يبقى تعوض واي ايكوال 2 بلس اكس، يعني واي ايكوال 2 بلس نيجاتيف 4، يعني واي ايكوال نيجاتيف 2. طيب هنا الواي ايكوال 2 بلس اكس، يعني 2 بلس 2، يبقى الواي ب 4. بس يعني ثم قايل له بقى الحلول ايه؟ الحلول او الحل الاول هيبقى نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2، الحل الثاني هيبقى 2 و4 بس. وشكرا. فهمتها نور ولا لسه؟ تمام. حلو، هي محتاجه بس تحلها مره بايدك، لو حليتها مره بايدك حل نفس اللي نفس ده اللي انا حليتها دي، حلها بايدك تاني، ولو لقيتك غلطان ارجع بص انا حالل ايه وحلها تاني وهكذا. تمام؟ بس وخش بقى ناموا بعد المراجعه دي وربنا يوفقك على كده. تمام؟ ملك محتاجه حاجه قبل ما اقفل؟ لا يا مستر، شكرا. طيب الحمد لله، الحمد لله. انتوا ممكن تناموا على كده بقى يا جماعه، مش يعني الحمد لله كده انتوا عملتوا اللي عليكم زياده. ماشي؟ طيب مش ربنا يوفقكم بكره ان شاء الله، يا ريت بس لما تخرجوا بكره من الامتحان طمنوني يعني. جزاك الله خير. طيب يا رب، طمنوني بس على الجروب اللي بيبعتوا لي كده، ولو عرفتوا تبعتوا لي الامتحان اعرف كان بيقول ايه، او بعض اسئله لو انتوا حافظين بعض اسئله مثلا تكتبوها في ورقه بس وتبعتوها لي كده. ما عرفتوش خلاص يعني مش مشكله، بس طمنوني عليكم على بكره ان شاء الله. اوكي؟ ماشي اللي ماشي عايز برضه اسالني في تمام. حاجه بالليل مثلا على الواتساب ما فيش دعوه، ببقى صاحي ان شاء الله يعني. طيب ماشي بقى، سلام عليكم. عليكم السلام.